هسه راح نطبق ما تعلمناه في قبل قليل ونشوف شنو اللي راح تحصل. راح ناخذ كورد اي ماينر ونعزفها نغمه كامله، وننتقل بعدين ناخذ كورد اي ماينر ونعزفها نصف نغمه مرتين. انتبه، 1 2 3 4، 1 2 3 4. اعتقد حسيت بالفرق. اي ماينر عزفناها مره واحده، راح اكررها، 1 2 3 4، 1 2 3 4. هسه راح اعزف مرتين اي ماينر نغمات متكامله اللي تعادل بارين، وراح اعزف 4 مرات اي ماينر نصف نصف نغمه اللي ايضا راح تعادل بارين، بعدين انهيها بكورد بي ماينر بار واحد. استمع فقط، استمع وركز على ما ساعزفه. 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4. هسه راح نجرب هذه المقطوعات مع بعض، اوكي؟ اعد للأربعة ونبدأ مع بعض. 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4.